أبو فهد، يعني أسألك عن الفرق بين المشاركين في هذا الشوط عن بقية الأشواط الأخرى، وش الفرق؟ كل شوط له ميزته، من شوط النادي واللي هو مجهود يعني إنتاج سنوات أو متعوب عليه، إلى أشواط القيمة أشواط القيمة والمبالغ. اختلاف شوط شلفة ولي العهد أن الشوط الساخن اللي فيه المتغيرات سنوية لقلة عدد الإبل، ورغبة المبتدئين دائما يبدؤون بالشوط هذا، ودائما ما يلمع نجم المشارك في هذا الشوط. أغلبية كل الأسماء اللي مرت على الشوط هذا أخذت بريقها من هذا الشوط، فأتوقع أنه هو اللي قاعد ينتج النجوم شوط شلفة ولي العهد. إلى عاد كل واحد هدفه إلى سيف الملك وبيرق المؤسس، وهذا أمل كل واحد، كل مشارك أنه يوصل لهالمستوى والقمة. جميل.